عليكم إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ الحمد لله، الدجاجة الأولى فقصات لنا ولله الحمد. هذه هي اللي كنت قلت لكم راني حطيت ليها 18، ما خرجوش لي جوج، يعني 16. الحمد لله، راه شي حاجة مزيانة. دابا حنا وجدنا ليها العنبر ديالها كيف ما تلاحظوا معايا، وهذا دابا راه شوية الحال سخون، راه داير الشبكة حتى تكون شتا عاد يمكن لك تغطي بالميكان. تما عنبر ديالها صغير في انتظار الدجاجة الثانية. ها انتم الماكلة ديالهم، ها انتم تشوفوا معايا، هادو راه كاملين ولاد هذوك الديك، كاملين ولاد الديك. ها انتم راه دابا اللي جا اللي فيه الجوع راه غيجي اوتوماتيكمون. قلت لهم النخال هنا، هذا الديماراج راني هرستو شويه مزيان ها هو، وهذا هذاك الشعير مدقوق راه تتاكل منه هي، وهذاك الحبات الصغار تيهزهم هما، والماء غير هو الماء باش تكون الماء باش تكون عارف واحد القضيه، ما خاصكش تكون عالي حيت لا دخل لا دخل ليه راه ما تيخرج، يقدر يغرق لك. حتى شوف تبارك الله كاتي كذا راه صغار. دونك اش نديرو؟ تنديرو الحد الادنى ديال غير دي غير شويه الماء. ها انتما تبارك الله، ها تيجبو البواو البواو، مسريت شويه بحال المكروز غليظ باش الولاد تاهما يجيو شويه غلاظ، فهمتيني؟ ولله الحمد هي الدجاجة الدجاجة الأولى. هادي راه ماشي، هادي الدجاجة الأولى اللي كنت قلت لكم، باقا ليا وحدة راه حاط ليها 20. تنتمنى من الله أنها تي تخرج لنا، يخرجوا ليها غير جوج خاسرين، راه لا خرجوا راه مزيان، وغادي أوتوماتيكمون غادي نجيبها تاهي تلتحق هنايا. هذا غيكونوا، هذا غندير فيه جوج، راه كنت وريته لكم وكتعزلت هذوك ثلاثة ديال الدجاجات اللي تي ثلاثة ديال الإناث ديال الدجاج اللي تيبيضو، كنت عزلتهم مع الديك هنا تنجمع لهم البيض. راه لا تبعتوا الحلقات راه غادي تشوفوا البيض كيفاش تنجمعوا. الكتاكيس اللي قدر يبانوا لكم راهم هذوك السبعة اللي كسة اللي كاينين راهم تما، ذاك العنبر الكبير دابا جمعت فيه كل شيء. هذه هي الدجاج اللي قلت لكم ولله الحمد، اللهم بارك. ها هي الأولى دابا، ها هي خرجات دابا، راه الصيف دابا الحال شوية سخون، دابا شهر هاد شهر ستة الحال سخون، هتشوفو الكتاكيت شوية سخفانين. دابا راه اللي تيجيه الجوع، اللي فيه شوية الجوع اللي بغا يحرك شوية الماء راه تيجي. ها هو الماء ديالهم، يعني طالع بلدي طبيعي. النخالة هادو راه كلهم تيجيو راه واحد بواحد، راه غيشوفو الأم ديالهم غتبدا تاكل أوتوماتيكمون غيمشيو عندها. هادو راه خرجو البارح، لاحظت راه لاحظت الحلقه ديالهم، لحقت لكم التفقيس مباشره ديك الساعه فاش كانت على الله بدات تتفقس، راني لحقت لكم الفيديو ديالهم، راه لحقتو مباشر يعني كانت تتفقس هذيك الساعه. طلعت كان حيت هو كان 18 يوم بالضبط 11 ديال الصباح، طلعت للصح لقيتها تتفقس، صافي لحقت لكم الفيديو باش نشارك معكم اي حاجه. ها انتم دابا خويتو الدس، ما تحطوهمش على الدس، الدس يكون فيه شويه الغبار ولا شويه ديالهم النيس هذاك التمن، مشي الكتاكيت ما حطوش رجليهم ديريكت على الدس اللي يكون بارد ولا شي حاجه. وانتم ما تشوفوا معايا، ها هو لله الحمد تفقيس مزيان. جيت عاد دخلت دابا مع هذه، دابا راه 12 راه حيدتهم. واللي بغيت نقول لكم هذاك السطل فاش تخويه تحيد منه هذاك، باش تخوي الكتاكيت ديالك تحيد منه التبن، تحيد منه الكتاكيت وتحيد منه ديك الدجاجه تعزلها. السطل اللي تتكون داير فيه واش نجاره ولا تبن ما تعاود تستعملو، تتخوي ديك النجاره وغسلو مزيان، حيت هذاك العرق ديالها وداك الشيء هو اللي يقدر يكون لك هذوك الجراثيم. دونك اش تدير؟ خوي هذاك الزبل، غسل السطل ديالك مزيان، او حطو الدجاجة الإناث إلا عندك شي وحدة تبيض يمكنك تستعملها. دابا غادي نوريكم واحد أنثى، هما فين عزلتهم؟ هاهي دابا هادي، هاهي حاضنة دابا غادا تبيض، و دابا هداك السطا اللي خويت هو هذا، هو اللي خويتو، راه درت ليهم سطال جديد ودرت فيه تبن جديد. دونك شنو غندير ليه؟ ما نخليهم حتى تيقنعوا منه مزيان، عاد غادي نبلاصيه، تيقنعوا من هذاك تيبقى يهب شويه يحركوا هذاك الشيء حتى تيساليو منه، تنبلاصيه حدا هذاك. بالنسبه للدجاجه الثانيه هي الاخوان،
يعني اليوم راه عندها 19 غدا غتكون 20 ان شاء الله. الا الا فقشت لينا بحال هذيك اللي وريتكم دابا في الوقت يعني 18 يوم فانا غادي يكون تفقيس عادي غتكون عندها 18 يوم غدا ان شاء الله نحولها ب 20 20 نحولها عند الاخرى البنت هادي هذيك الانتوك تحطها في هذا ما برشطوهاش دابا عزلت هذه حيت لقيت واحد المشكل راه قلت لكم في الحلقات الا رجعتوا للحلقات غادي تلقاو المشكل هذه اللي لقيتها تضرب لي يديك تحيدوا الريش ديالو دابا تبارك الله راه رجع مزيان ها هو الاب ديالو كانت تنتفوا لي على لاحظت العنق ديالو كانت تبقى تنتفوا لي مع العنق دابا عزلتها درت لها السجل الانفرادي ديالها ها هما الكاتشوفين ها هما شوف تبارك الله كيف ولاو السبع هذوك هما ولاد البطارة تنطلقهم في السطح يلاه تابوناو معنا فلاشين ورا اي حاجة لقيتها جديدة والا تنشاركها معكم الى الحلقة المقبلة ان شاء الله غادي نشوفو الدجاجة الثانية غنشوف شحال غادا تحط شحال غادا شحال غادا تخرج لينا نتمنوا من الله تكون حتى هي بحال هذه يكون تفقيس شبه كامل يعني جوج ما يخرجوش ولا ثلاثة راه ولله الحمد خرج لنا عاود ثاني راه مزيان حنا العنبر ديالهم راه موجود تابوناو بلاشين ضغطوا على زر الاعجاب وانا اي حاجة درتها الا وغادي نشارك معكم ان شاء الله راه غادي تجي واحد الحلقه غادي ناخذكم معايا غادي نوريكم راه تنبني واحد السكن صغير باش غادي ندير واحد القين اولا عنبر ديال الدجاج البلدي غادي نوريكم كيفاش غادي بطبيعه الحال هذا سالف مع هاد العائله راكم عارفين السلف ديال العائله سيرجع على مده طويله فانا استغليت فرصه خديت واحد القطعة ارضيه صغيره 3000 متر غادي نبني واحد السكن نتمنى الله هادشي تنقول فيه مع الاذان الله اكبر نتمنى الله التوفيق لينا وللجميع وتابونوا بلاشين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.